شوط ثلاثة تاني مرة. اكشن. وبعدين لسه ما قلتليش انت هتكلم بابا. عايز اكلم بابا النهارده قبل بكره، بس يعني لازم تروحي صوفي، انا صوفي صعبه اليومين دول، وبعدين انا الوحيد اللي عاطل في اصحابي كلهم اشتغلوا الا انا. اخش على بكره اقول له ايه؟ جوزني بنتك بقى وانا ما عنديش شغل. فيها ايه يعني؟ ايه فيها ايه؟ ما بلاش على رجولتي ابدا.